السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العنودة وعنودي اكس او. اليوم يا حبايبي راح اقول قصصكم المرعبة او مواقفكم المرعبة، وانا بعد عندي مواقف بس اني ما قلتها لكم وتوني اتذكرها، فكويس انه يعني انها جت في هذا المقطع. تمام، والشيء الاهم انا ترى سويت الجزء الاول من قصصكم المرعبة، يعني معناته هذا الجزء الثاني، فاللي ما شاف الجزء الاول يشوفه، راح احطه لكم في صندوق الوصف. فقبل أن نبدأ يا حبايبي لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وصلوا على النبي جميعا وجيبوا لكم سناك، ويلا نبدأ القصص. اوكي يا جماعة، قبل لا اقول موقفكم او مواقفكم قصدي، بقول موقفي انا. اتذكر انه كان يمكن سنة 2022 او 21، كان وقتها شتاء، وكنا انا وصاحبتي قاعدين في الملحق ونتفرج على فيلم رعب. المهم كنا مخففين النور وقاعدين في الملحق وكذا، داخلين جو مرة مع الفيلم عشان يعني تفهمون المشهد كيف صار. تمام، خلوا يعني حنا كنا قاعدين في الملحق وعلى يميننا التلفزيون وقدامنا المشب، او اللي هو المشب حق الحطب وكذا. وبعدين هذا الشيء اللي ما ادري ايش اسمه، بس انه كانه يعني رف كان محطوط عليه عطر. تمام، واحنا قاعدين نسولف انا وصاحبتي وداخلين جو مع الفيلم. تمام، فجاه يعني جت لقطه في الفيلم، لقطه رعب، وصراحه ناسي وش، بس الزبده انها لقطه رعب. يعني العطر اللي كان موجود، والله يا جماعه انه يعني ما يعني ما طاح طيحة عادية، لا، شفتوا لما أنا أجي أكفخ شيء ويصير يصقع في الجدار وبعدين يطيح، حرفيا هذا اللي صار. فلما صار الموقف كذا، عم الصمت في أرجاء الملحق كامل، وقعدنا نناظر بعض أنا وصاحبتي منفجعين وش اللي صار. طبعا على طول رحنا شغلنا النور ونستوعب الوضع وش اللي صار قبل شوي. يعني حرفيا يا جماعه، حتى يعني اتذكر والله ما انساها، كنت مقفله الشبابيك، يعني مثلا ممكن قلت يعني لو اني فاتحه الشباك او الدريشه كان قلنا ممكن يعني هوا، بس انه يا جماعه ما كان في هوا وكنا مسكرين الباب. فيعني طريقه طيحه العطر يعني صراحه ذاك يوم خلتني مره يعني ارتاح. والله اليوم هذا ما انسى الموقف، كان مره يخوف حرفيا، كان احد كذا لطش العطر وصقع في الجدار بعدين طاح علينا. مره يعني ارتعت ذاك الموقف. اوكي، اول قصه من هذا الحساب يقول: في مره رحت عند صديقي عابد، وعابد ده كان بيته قدام بيتي، البلكونه اللي هي الشرفه بتاعته قدام البلكونه بتاعتي. فلما روحت عنده قعدنا شوي وتكلمنا مع بعضينا وكذا، فالمصري ما شاء الله يلعب وكذا. فالمهم ايش، فقلنا نبص من البلكونه ملحوظه في اليوم ذا، ما كان حد قاعد في البيت، قاعد في البيت عندي غيري انا، علشان كذا روحت له. اتوقع يقصد انه يعني هو طلع من بيته وراح البيت يعني صديقه، لانه ما في احد في البيت، عرفتوا؟ فخلاص يعني طلع من البيت وراح عند صديقه. تمام، وانا نسيت البلكونه مفتوحه، فانا وهو بصينا على البلكونه بتاعتي او بتاعت بيتي يعني اللي حقت بيتهم، لقينا زي الجسم بني ادم لونه اسود بالكامل وما فيهوش ولا اي تفاصيل وجه، اعوذ بالله. كان قاعد يتمشى في الشقه بعد ما شفناه انا وعابد، بصينا على بعضنا بصدمه، فممكن نكون نتخيل. رحنا بصينا تاني ونظرنا الثاني، لقينا نفس الشيء قاعد يمشي حول الشقة. مع العلم أنا متأكد 100% أني قفلت الشقة كويس بالمفتاح، فقلنا يمكن أن إحنا الاثنين بنتخيل. أحس مستحيل أن نفس الشخصين يتخيلون نفس الشكل، فما أدري، أحس أنه يكون صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم، فقلنا نجيب أخو عابد عشان يشوف معنا، وبرضه شاف نفس الشيء. فأنا قلت في بالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعدها بكم دقيقة اختفى ذا الشيء. وممكن تقولي اسمي في الفيديو كريم. اوكي كريم، اوكي يعني صاحب الحساب اسمه كريم. اوكي، بس ما دام ان انت وصاحبك وشخص ثالث، واضح ان يعني واضح ان هذا الشيء صدق، يعني كان طالع قدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اوكي، القصه اللي بعدها: انا واخوي كنا نلعب سوني 2، وكل راوند كان يجي شاشه سوداء. انتهى الراوند وجاء شاشة سوداء، واخوي شاف ظل طويل يجري من انعكاس الشاشة. يوي شين ذي الحركة يا جماعة، اتذكر قد صارت معي بس يمكن انا اتخيل. واخوي شاف ظل طويل يجري من انعكاس الشاشة ورانا، وانا ما صدقتها. بعدها جاء الراوند الثاني، هالمرة انا شفته يجري للجهة المعاكسة اللي شافها اخوي. يعني الجن قاعد يقول لك اذا ما شفتي يلا ها شوفي. اوه ماي جاد، والله لو انا منك لفقع اطفي ام السوني. طيب،
للجهة المعاكسة اللي شافها أخوي، ومن يومها بطلنا نلعب اللعبة، شكل اللعبة فيها لعنة. القصة اللي بعدها. السلام عليكم العنود. وعليكم السلام. هذه القصة لما كان عمري 6 سنوات، كنت سهرانة مع خواتي وإخواني ورحت أنام لأن الوقت تأخر، ومرت تقريبا 5 دقايق كذا ولا أشوف عند جهة الباب شخص لابس أسود، قلت يمكن أخوي يمزح معي وكذا، وطلع هذا الشخص مو أخوي، وقمت أبغى أشوف من هذا الشخص إلا ويركض بسرعة وأنا ألحق وراي. يلعن أم قوة القلب اللي عندك ما شاء الله تبارك الله، أنا منك والله أتلحف ولا أطلع من سريري. أوه ماي جاد. المهم وأنا ألحق وراه ووصل الصالة ودخل الجدار. أوه هيل نو. وكان في حمام قدام المجلس، وأنا من يومها ما أدخل هذاك الحمام، حتى أنا وإخواني وإخواتي مصدومين من اللي شفناه. أوه أوكي، يعني كلكم شفتوه مو بس أنتي. أوه شيت. وكملت مصدومين من اللي شفناه، وكملت معهم الفيلم، بس كان عقلي في هذاك الجني. أي تكملين الفيلم يا عمي، والله لا أفقع الغرفة دي وأقفل أم الباب. من بعدها صرت أصدق أي طفل يشوف جني، لأن الموضوع كان يخوف بشكل مرعب، وهذه الأحداث حقيقية يا جماعة. ترى في بعض الناس تصير لهم مواقف لما يجي يقولها لأي أحد يحسب إنها كيس، بس هي صدق يعني صارت لي، عرفتوا كيف؟ فا أوه ماي جاد، يعني موقفك مرة رعب، واللي جلطني أكثر إنك أنت لحقتيه. ممكن أنت لحقتيه تحسبينه أخوك، يعني يمكن عشان كذا لحقتيه. القصة اللي بعدها من هذا الحساب، أتوقع إنها بنت. السالفة صارت لي قبل 6 سنوات تقريبا، حلمت بجني ليومكم هذا ما أقدر أنسى شكله، أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. ما أنسى شكله، لونه أسود وطويل من كثي وال... إيش؟ لونه أسود وطويل من كثر من كثر طوله من حين رقبته علشان السقف. أوه هيل نو. وشكله مبتسم، شكله لعبة رعب وحلمتي. حتى وهو يتكلم وابتسامته مرعبة وأسنانه بيضة حادة، وكان يقول لي إن السكن تكرمين بحمام بيتنا. أوه ماي جاد، والله لا أهاجر. وهاجر عندنا وكان شايل معاه أغراض. وصحيت من النوم وجسمي معرق ودقات قلبي سريعة. يو أكره هذا الشعور كثر ما صار لي، مع إن الجو كان شتاء وبرد. وبعدها بفترة قصيرة من الحلم كنت أدرس الامتحانات الفاينل بالليل الساعة 1، وأهلي كلهم كانوا نايمين. وتكرمين رحت الحمام واللي أسمع شخص يناديني باسمي بنفس المكان اللي حلمت بالجني، اللي حلمت فيه بالجني. أقسم بالله استمر يناديني، وأنا من الخوف طلعت من الحمام، ويمكن قريت آية الكرسي أكثر من 100 مرة، وأقرأ المعوذات أكثر من مرة، واستمر أسمع يناديني لمدة يومين. أوه ماي جاد. لما ينامون أهلي بالليل وأبقى بروحي أدرس الامتحانات، يعني عرفت يناديها بس في هذا الوقت اللي يكون فيه أهلها نايمين، يعني آخر الليل، عرفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدها الحمد لله ما صرت أسمع له ولا يجيني بأحلامي. أوه ماي جاد. اقرأ شو اسمه، اقرأ المعوذات واقرأ كل شيء في القرآن عشان ما يجيك شيء، بسم الله علينا. واقرأ بعد، تذكرت واقرأ أذكار الصباح والمساء عشان ما يجيك شيء، لأن إذا قرأتها خلاص ما حد بيقدر يلمسك أو حتى يأذيك بشيء. القصة اللي بعدها تقول قد مرة كنت قاعدة في غرفتي سهرانة، وقتها الساعة 3 بالليل يعني الفجر، بعدين سمعت صوت طق وطنشت وسمعته مرة ثانية، كل شوي أنادي مين مين، وطلع الصوت يجي من الشباك أو الدريشة. هنا جتني أم الركاب وطلعت من الشباك، ما قدرت أشوف زين لأنه في الليل. أوه ماي جاد. أنا أمانة يجيني أنا طق في الشباك، بس إنه من الحمام البثر ودايما اخرب عليه التسجيل. المهم كمل. وطلعت من الشباك ما قدرت اشوف زين لانه في الليل، وفتحته لقيت شيء اسود جنبي. اوه ماي جاد، اتجمدت، واول ما هذا الشيء الاسود دخل من الشباك، اوه ماي جاد، طلع اخوي لانه قفل الباب وكبر البيت، وما بقى سب الا سبيتها فيه. وبس احبك عنود، الله ياخذ العدو، انا لو منك والله لاطرده برا البيت واقفل الشباك. اوه ماي جاد، انا خفت قلت بس خلاص اكيد الجني بيدعسك، يعني بسم الله عليك. القصة اللي بعدها من هذا الحساب، كاتبة ملاحظة، ترى الموقف حقي صار له 5 أسابيع مو قديم. يعني صحيت بنص الليل عشان كنت عطشان وكذا، ورحت المطبخ وجيت اشرب مويه، خلصت وكل شيء، بعدين لفيت لقيت اخوي قدامي. قلت له انت دوبك صاحي، قلت له انت دوبك صاحي يعني توك قايم، يعني هي تسأله. ما رد وقام شرب مويه. انا نزلت، ولما نزلت من الدرج لقيت اخوي في وجهي، وقلت لا انت مو كنت في المطبخ؟ قال لا. بعدين سكت واستوعبت اللي شفته، ان يعني مو اخوي، كان جني بسم الله الرحمن الرحيم. ادري الموقف ما يخوف، بس لو كنت مكان بتمتون رعب. اي ما يخوف حبيبتي، انا لو مكانس والله لا افقع. او ماي جاد. او يمكن عندي تهيألك، والله ما ادري ما ادري، انا ما احب
شوف انا ما احب لما اجي اقول موقف ولا يعني موقف يخوف صار لي، ومن قوة ما هو مرة يخوف ما يصدقون، يقول اكيد انت تتخيلين، يتهيأ لك وكان فيك النوم وما ادري ايش. ممكن صدق يعني، ليش لا؟ بصراحة والله موقفك رعب. عاد دائما اذا جيت تشربون مويه في المطبخ ولا ذا، دائما يكون رعب، ما ادري ليه، وخاصة في الليل يعني. القصة اللي بعدها، قبل 3 سنوات كنت اذاكر الاختبار في الليل، كانت الساعة 12 الليل، شكل أغلبكم قصصكم صارت في الفاينل. والكل نايم وأنا من عادتي أقفل باب غرفتي لما أذاكر عشان الإزعاج، هذه حركاتي أنا بعد كنت أسويها. المهم بينما كنت أذاكر جاني النوم، فنمت وما مرت دقايق ولا أحس بيد شخص تسحبني لتحت السرير. أوه يا الله، من قوة السحب تمسكت بالسرير بقوة وأنا مو مستوعب اللي صار، لكن أنا من قوة الصدمة ما استوعبت وكملت أذاكر. شكل سدافورة مرة. ما فهمت ان اللي صار موقف مرعب الا لما حكيت الموقف لصديقاتي في المدرسة، والى اليوم اتخيل شنو كان بيصير فيني لو اني ما تمسكت بالسرير بقوة. انا ما ادري يعني، يعني ارجع اقولها ان اوكي، ان بعض المواقف ممكن صدق صارت، مو خيال منك، بس انت اتوقع يمكن لانك كنت تذاكرين وكنت مرهقة من المذاكرة فغفيتي وقلتي يمكن جاك جاثوم. اتوقع ان جاك جاثوم، عشان كذا حسيت ان في شيء يسحبك، لأن الجاثوم يعني ترى مرات يعني من قوة الهلوسة اللي تجيك إنه يتشكل لك بأشكال، فهمتوا كيف؟ فيمكن أنت هذا اللي صار لك، إنك تحسبين إن في أحد قاعد يسحبك وأنت أساسا يعني ما في شيء، بس جاثوم، عرفتي كيف؟ بعدين لا تذكرون في الليل مرة، يعني حس إن الوقت يعني صراحة رعب، يعني حاولوا تذكرون المغرب، العشاء، أقل حد يعني إذا مرة تأخرتوا. اوكي حبايبي، اللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ان القصص خوفتكم وعجبتكم، اعطوني رايكم فيها تحت، واعطوني بعد رايكم في الموقف اللي صار لي. ادري ان الموقف يعني قديم يعني بسنة او سنتين، بس انه راح من بالي توني اتذكره، ولا ادري هل انا قد قلت لكم قبل ولا لا، صراحة ناسي ما اتذكر، بس ما اتوقع اني قلت لكم. وبس يا حبايبي، لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة، أشوفكم بإذن الله في المقاطع الجاية.